تتابعون الآن برنامج صحة وسعادة. للمشاركة في البرنامج يرجى الاتصال على الرقم 600-55-1414 أو عبر الرسائل النصية القصيرة SMS 4006. صحة وسعادة. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعزائي المستمعين، وسعد الله أوقاتكم بكل خير، وأهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم صحة وسعادة. صحة وسعادة برنامج تقدمه لكم هيئة الصحة بدبي بالتعاون مع مؤسسة دبي للإعلام وعبر إذاعتكم المميزة دائما إذاعة نور دبي. في هذا البرنامج نفتح آفاق التواصل معكم مستمعينا لاستقبال آرائكم ملاحظاتكم اقتراحاتكم، كل ما من شأنه أن يساهم في تطوير القطاع الصحي في إمارة دبي بشكل خاص ودولة الإمارات العربية المتحدة بشكل عام. فأهلا ومرحبا بكم في هذه الحلقة وهذه الساعة الإذاعية التي نتمنى أن تكون إن شاء الله حافلة بالفائدة للجميع. طبعا مستمعينا أرقام التواصل معنا 600-551414 أو عن طريق الرسائل النصية على 4006، واللي حاب يتواصل معنا كذلك عبر وسائل التواصل الاجتماعي موجودين عبر حساب نور دبي على الانستغرام طالعين لايف معاكم، وأيضا على حساب هيئة الصحة بدبي DHA underscore دبي. طبعا قبل أن نبتدي معاكم الحلقة بس بعض التنويهات السريعة، يعني تم إطلاق نظام سلامة في مستشفى حتى ومستشفى لطيفة كجزء أخير من مرحلة يعني تطبيق النظام بشكل عام. فنتمنى من جميع الأخوة والخوات اللي يتوجهون لهذه المستشفيات، وخاصة مستشفى لطيفة، أنا أتحدث عن مستشفى لطيفة بالتحديد، أن ما يتوجهون إلا إذا كانت الحالة طارئة. إذا الحالة ما كانت طارئة أتمنى من كل قلبي أن يتوجهون إلى المراكز الصحية اللي هم تابعين لها. موضوع التأخير موضوع يعني وقتي، لأن النظام جديد، نظام محتاج أن الناس يأخذون عليه بشكل أسرع، العاملين في المستشفى بعد يأخذون على النظام، يديهم تأخذ على النظام. لكن مثل ما ذكرنا فوائد هذا النظام كبيرة جدا، مشروع سلامة مشروع وطني يعود بالخير إن شاء الله على صحة المواطن وعلى جودة الخدمات التي سوف تقدم. فطولوا بالكم قدر الإمكان، نتمنى تعاونكم معنا في هذا المشروع، لأن المشروع ما بينجح إلا بتعاونكم بتفهمكم. يعني قدر الإمكان الواحد إذا الحالة مش طارئة ما يتوجه هناك، لأن أنت عموما أصلا إذا ما كانت الحالة طارئة راح تتأخر في المستشفى، لأن هنالك الأولوية للحالات الطارئة. فبالك مع وجود نظام جديد فشوية المسألة بتتأخر زيادة، وهذا تأخير متوقع في عملية التسجيل فقط. فنتمنى منكم التعاون في هذا المجال. هذا من جانب. من جانب آخر أيضا يعني نذكر بأن مبادرة دمي الذكية لهيئة الصحة بدبي هي إحدى المبادرات المرشحة لبرنامج حمدان بن محمد للحكومة الذكية 2017. تتميز مبادرة دمي الذكية بأنها الأولى من نوعها من حيث التقنيات الذكية المستخدمة وتسهيل رحلة المتبرعين بالدم، وتتسم قبل كل هذا بأبعادها الإنسانية في إنقاذ حياة الناس، حيث أسهمت المبادرة في اختصار وقت رحلة المتبرع بالدم، أيضا مكنته من تحقيق رغبته في إنقاذ حياة الآخرين وفق خطوات سهلة وسلسة وبسيطة تبدأ
بلمسة على الهاتف وتنتهي بلمسة شفاء أو إنقاذ حياة إنسان بإذن الله. طبعا التصويت بدأ من تاريخ 23 نوفمبر ومستمر حتى 7 ديسمبر، يعني غدا بيكون آخر يوم للتصويت. فعشان تي نقولكم زوروا الموقع اللي هو vote.dtmc.gov.ae، هذا الموقع زورونا في مجموعة فيديوهات اللي هي 8 فيديوهات مشاركة واللي هي تتنافس على راية سمو الشيخ حمدان. تختارون إن شاء الله مبادرة دمي، تدعمون هذه المبادرة. التصويت يعني بالغ الأهمية، ممكن تشارك أنت وإذا ما كنت ضمن موظفي حكومة دبي طبعا، وعمرك فوق 18 سنة أو عمرك فوق 18 سنة، تصوتون حق المبادرة، مبادرة دمي. ويعني مثل ما قلنا أن هذه عملية تدعم مثل هذه المبادرة، تدعم مثل هذه الإنجازات، ونتمنى إن شاء الله أن المبادرة تحوز على الراية. وهذه بيكون إن شاء الله عن طريق اختياركم أنتم أعزائي المستمعين، أعزائي عملاء الهيئة. فهذه شغلة وايد مهمة، نتمنى منكم يعني المساهمة في دعم هذا التطبيق. أيضا نأخذكم على الدراسة الخاصة عندنا اليوم، لكن قبل الدراسة ندور في خبر كان موجود عندنا. اللهم صل على محمد. هي الخبر الخاص ب يعني إنجاز كبير تحقق ضمن الإنجازات اللي دائما ما تتحقق في هيئة الصحة بدبي. يقول لك أضاف مركز دبي للسكري التابع لهيئة الصحة بدبي إنجازا عالميا جديدا بحصوله على الاعتراف الخاص بالجمعية العالمية للسكري كمركز متميز أو كمركز تميز في رعاية مرضى داء السكري. مركز دبي السكري يعد أحد أبرز المراكز الرائدة في تخصصه، وهو يعد أيضا مرجعا علميا وصرحا طبيا فريدا في إمكانياته وخبراته على مستوى المنطقة. وأيضا المركز يعني خدماته تعتمد على أحدث التقنيات وأفضل طرق وسائل العلاج دوليا، وهي تشمل الرعاية الطبية الفائقة والإرشاد والتوجيه الوقائي والنفسي. نحن إن شاء الله بنحاول نتكلم عن هذا الموضوع، نستضيف حد معانا مو باليوم طبعا، لأن اليوم أنا عندي موضوع آخر وايد مهم جدا، وأيضا يعني له علاقة بتطبيق دمي بشكل غير مباشر. لكن موضوع السكري بنستضيف حد معانا إن شاء الله باكر ولا بداية الأسبوع القادم. زين، قبل أن أعطيكم الدراسة، بعد المستمع الدايم لنا والزميل القديم عبد الوهاب، إذا كنت أنت عبد الوهاب اللي أنا أعرفه، صبحك الله بالخير عبد الوهاب. ألو. يا هلا عبد الوهاب. كيف حالك؟ انا عبد الوهاب اللي تعرفه. الله يا اخي، انا استمتع بصوتك عبد الوهاب، وايد استانس انك انت بعد يعني دائما طمنا على صحتك. طمنا. الله يحفظك حبيبي. الله يحفظك. تفضل. والله وانا ماشي فاتح راديو وقلت الحين وقت اخونا محمود، خلينا نطلع وياه ذات الله محضره. يطول عمرك. تشرف يا سيدي. والجو بارد يعني الصبح يعني كان منعش ومال زعتر ومال زنجبيل يعني. والله يبغينا بس عزيزي يبلنا تركش كوفي، ما يبلنا زنجبيل. احنا نحب يعني من خلال برامجكم ان نعود جيلنا الجديد على الزنجبيل والزعتر، لان قبل يوم بيصير هالموسم يعني امهاتنا ويدتنا يطلعون يعني يصيرون يشترون الزنجبيل كان يابس، احنا زنجبيل فرش وزنجبيل يعني موجود الحمد لله في مستوى الجميع يعني، والزعتر يعني قد يسوون شو اسمه يعني الورق. يعني انتم من خلال برنامجكم او من خلال جرائدنا اليوميه يحطون فقره يعني يعلمون يعني يستضيفوا يعني من خلال اتصالكم ب يعني الجيل الاولي يعلمون الناس الجيل الجديد وكذا كيف يسوون الزنجبيل، لأن قبل متعودين على الزنجبيل يابس، الحين الزنجبيل خضر فريش يعني. عبد الوهاب حبيبي، شو فوائد الزنجبيل تعرفها؟ وايد زين الزنجبيل يعني يعطي حماية حقيقة. يعني أنا أستخدمه يمكن بطريقة إذا توالب الناس
أنا فورا ويا الحليب أقطع يعني أخذ على قدر صبعين وقطع أشيل القشر ماله مثل ما تتقشر البطاطا وتقطع قطع قطع صغيرة وتفورا في الجزوة هاي اللي نفس اللي يسوونها يسوون فيها تركيش كوفي بس ما معدل قص حليب يعني يكون وتفورا معاها وبعدين يوم يوم تغلي تحطها في الكلاس وتصب عليه عسل يكون عندك عسل زين يعني مو شرط يعني من هالطبيعي اللي موجود محتمله لكل الشركات انا ما عندي شركه معينه ولكن انا ما اتوالى ويا هذا انا اخذ لي من هالجاهز سواء يعني في اللبناني وفي يجيبون من المانيا يعني 100% نقي حسب المواصفات الألمانية أنا هذا يوالب لي. بقول لك عبد الوهاب على السريع يعني الزنجبيل له فوائد كثيرة يمكن واحد من أبرز صحة أكيد تعرفون أحسن مني لا نحن يعني نغطيها في ملحق البيان الصحي وأيضا من خلال برنامجنا يقول لك أخ محمود وأنا بعدين القطع المتبقية يعني القطع المتبقية على 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 قدر قطع الأطراف الأصابع يعني هايلة بعد ما تطورهم تأخذهم قطعة قطعة كل قطعة تخليها تحت سنونك تضغط عليها أنت في هالحالة تشرب مية الزنجبيل هذا يقول لك يعني عبد العزيز يقول لك ان من فوائده اصلا يساعد في طرد الغازات من المعده وهو ايضا يعني من افضل النباتات في علاج اضطراب المعده ولكن على السريع يعني ويعطي حمايه على فكره اخ محمود الشيء الجميل العوم مالك ويعطيك حمايه من البرد يعني لا هو يعطيك حمايه ولكن بخبرك شغله يقول لك من افضل الفوائد هذا حق الحريم بعد حنقوله ان الزنجبيل له فوائد جماليه للجسم له فوائد جماليه ايضا للبشره له فوائد للشعر والصحه العامه مثل ما ذكرت في له اضرار اذا ما اتخذته بشكل جيد يعني ما نبغي ندخل وايد في هذا الموضوع ولكن أيوة انا شاكر لك عبد الوهاب وهذه المداخله ودائما ما تسعدنا شاكر لك وتحمل على عمرك لا تسوق السياره يا اخي الحين ترى بعدك السوق ولا ويوم سعيد انا اسوق انا ما عندي اذا ما اسوق انا البطاريه اللي تضعف يعني لازم اسوق انزين جزاك الله خير عبد الوهاب يلا حبيبي نهاركم سعيد ان شاء الله يسعدك يا رب عبد الوهاب كان زميلنا في هيئه الصحه فتره من الفترات ويعني كان مكتبه تقريبا قريب من مكتبي تقاعد يعني من الشخصيات الجميله جدا اللي تعرفت عليها عموما نطلع فاصل ونقرا الدراسه فاصل احسن حاضر تامر اعطاني النظره هاي البريئه فما اقدر اقول له لا ايمن سرحيل واليوم ما قلنا حتى ميرا الخصلي معانا في التنسيق ما نطلع فاصل بعد الفاصل ما نتحدث عن مرض الثلاسيميا وخدمات مركز الثلاسيميا واهميه التبرع بالدم وايضا تطبيق دمي بشكل عام ولكن بعد اذا حصلنا وقت من نقرا لكم الدراسه اللي اخترناها لليوم ففاصل وراجع بإذن الله. صحة وسعادة. سعد الله اوقاتكم مرة أخرى مستمعين الكرام حياكم الله معنا في برنامجكم صحة وسعادة هذا البرنامج اللي تقدمه لكم هيئة الصحة بدبي بالتعاون مع مؤسسة دبي للإعلام وعبر إذاعتكم المميزة دائما إذاعة نور دبي عادة يومية تخفض خطر الإصابة بسرطان المريء أشارت أبحاث جديدة إلى أن تنظيف الأسنان يمكن أن يساعد في خفض خطر الإصابة بسرطان المريء بأكثر من 5 مرات وقالت الدراسة الأمريكية أن ارتفاع مستويات بعض البكتيريا المرتبطة بأمراض اللثة يزيد من احتمالية تطور الحالة بنسبة 21% يرى الباحثون أن النتائج التي توصلوا إليها تسلط الضوء على أهمية نظافة الفم الجيدة بما في ذلك تنظيف الأسنان مرتين يوميا وزيارات الطبيب الأسنان والحفاظ على صحة الأسنان وتجنب بعض المضاعفات الصحية ويعد سرطان المريء ثامن الأمراض الأكثر شيوعا للسرطان
والسبب الرئيسي السادس للوفيات ذات الصلة في جميع أنحاء العالم وفقا للباحثين. ولا يكتشف هذا النوع من السرطان في كثير من الأحيان حتى يصل إلى مرحلة متقدمة، وتتراوح معدلات البقاء على قيد الحياة لمدة 5 سنوات بين 15-25% فقط. أرقام خطيرة. قام الباحثون من جامعة نيويورك بتحليل عينات 122 ألف شخص على مدى 10 سنوات. رصدت الدراسة إصابة 106 من المشاركين بسرطان المريء، وتكشف النتائج أن بعض البكتيريا المرتبطة بأمراض اللثة تزيد من خطر الإصابة بسرطان المريء بنسبة 21%، ومن غير الواضح ما إذا كانت البكتيريا هي السبب في الإصابة بالمرض أو أن أمراض اللثة المرتبطة بها هي السبب. لذلك فإن تنظيف الفم قد يقلل من خطورة تطور هذه البكتيريا وما يعني ينجر عنها من مخاطر صحية. المؤلف الرئيسي البروفيسور جيونغ آهن أشار إلى وقال إن دراستنا تشير إلى أن تعلم المزيد عن دور البكتيريا في الفم قد يؤدي بنا إلى التوصل إلى استراتيجيات جديدة لمنع سرطان المريء أو على الأقل تشخيصه في المراحل الأولى. وأضاف قائلا سرطان المريء مرض قاتل، وهناك حاجة ملحة للتوصل إلى سبل جديدة للوقاية والكشف المبكر عن المرض. وتابع قائلا إلى أن النتائج التي توصلوا إليها تؤكد الحاجة إلى الحفاظ على الفم في صحة جيدة للحماية من أمراض اللثة وغيرها من المضاعفات الصحية. دراسة مهمة خطيرة، أرقامها يعني تخوف الصراحة، ولكن يا جماعة الخير عملية الاهتمام بنظافة الفم هي عملية جدا مهمة. هيئة الصحة لديها العديد من الخدمات، لديها العديد من عيادات الأسنان التي تتواجد في جميع تقريبا مراكزها الصحية. موضوع ما ياخذ منك إلا نص ساعة، ما من نص ساعة يعني يعتمد أنت وأسنانك، أسنانك طوال بعد يمكن تاخذ أكثر زين، لكن يعني ماكسيمم 40 دقيقة ينظفوا لك حلجك أسنانك كذا كل 6 شهور. وايد موضوع بسيط، وانت يوميا مرتين تنظيف الأسنان بشكل جيد، دقيقتين 3 دقائق ماكسيمم، يعني كلها على بعض 6 دقائق أول ما تنش وقبل لا تنام. ف يعني مسألة مهمة، يعني ممكن الحين يقولك ممكن تقي من أمراض السرطان، سرطان المريء، ويقول لك هذا يعني من السرطانات القاتلة جدا. يعني عموما نحن نتوجه لموضوعنا الرئيسي اليوم، وموضوعنا نتحدث فيه عن مركز الثلاسيميا والخدمات اللي تقدم في هذا المركز. معايا في الاستوديو ضيفين عزيزين، عندي دكتور عصام ظهير أخصائي أمراض الدم ومنسق مركز الثلاسيميا. صباحك الله بالخير دكتور، قرب لي من المايك دكتور شوية عشان أسمع صوتك الجميل. أيضا عندي يعني شخصية جميلة جدا، شخصية يعني تعد مثال، أنا يعني أسميه الجاد فادر حق مرضى الثلاسيميا، فسعيد العوضي رئيس الاتصال المؤسسي في مؤسسة سلطان بن خليفة الإنسانية. سعيد أحد المرضى، أنا ما أبغى أقول مرضى الثلاسيميا يعني كذا، أقول يعني أحد الناشطين لمكافحة مرض الثلاسيميا، أو ما بقول مكافحة بعد، بقول أحد الناشطين لمرض الثلاسيميا وكيفية تعاملهم مع هذا المرض. سعيد ساهم في يعني تغيير ثقافة الكثيرين من مرضى الثلاسيميا، والكثيرين من اللي ما يعرفون أي شيء عن الثلاسيميا في المجتمع في فترة من الفترات. ولكن نحن دكتور ما نتكلم في البداية قبل نروح حق سعيد وناخذ تجربتك، ما نتكلم عن المرض، مرض الثلاسيميا بشكل عام والخدمات اللي تقدم. طبعا احنا اهم شيء لازم نكون واقعيين في تحديد معلومة قبل ما نبدأ نتكلم عن الثلاسيميا، انه اول مركز للثلاسيميا تم افتتاحه في دولة الامارات في 1989 في دبي، وكان هذا المركز
بداية الانطلاقة لتغيير تاريخ الثلاسيميا مش في دولة الإمارات، في الدول العربية كافة. بداية الانطلاقة من دبي في عام 1989 أدت إلى افتتاح مراكز أخرى في عدد كبير من الدول. افتتاح مركز الثلاسيميا في دبي عام 1989 أدى إلى تغيير آلية التعامل مع المرض أو حياة المرضى أو حياة المريض وكيف يعيش وأين يعيش. المركز الموجود في دبي يعتبر اليوم باعتراف منظمة الصحة العالمية والاتحاد الدولي للثلاسيميا التابع للمنظمة إنه المركز المثالي، الموديل سنتر، المركز المثالي لكل المراكز الثانية. أي مركز يفتتح في أي مكان في العالم بيجوا وبيأخذوا تجربة مركز الثلاسيميا في دبي لعمل هذا المركز. المركز يخدم اليوم حوالي 850 مريض. 850 مريض في دبي، انت تتكلم على رقم عالي جدا، كبير جدا بالنسبة للمراكز. منهم هدول حوالي 450 مريض على نقل دم مستمر. مفهوم الثلاسيميا كمرض الثلاسيميا هو فقر الدم الوراثي، فقر دم البحر الأبيض المتوسط الوراثي. فقر دم البحر المتوسط لا يعني انه احنا في الخليج العربي ليس لنا علاقة بهذا المرض، احنا نتكلم على فقر دم البحر الأبيض المتوسط لاكتشافه في هذه في تلك المنطقة وللتعامل معه لأول مرة كان في هذه المنطقة. احنا في دولة الإمارات عندنا نسب مرتفعة جدا 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 في الثلاسيميا، وفي منطقة الدول العربية والخليج تحديدا عندنا ارتفاع غير عادي الثلاسيميا وفقر الدم المنجلي. فالتعامل مع المرض تم في دبي بداية ودولة الإمارات تحديدا، وتم التركيز على خطين متواصلين. الخط الأول الاهتمام الغير عادي بالمرضى الموجودين في الدولة، والخط الثاني الحد من ولادات جديدة في الدولة من خلال قوانين سنة من مجلس الوزراء، وكان آخرها اللي هو في 2006 قرار إلزامية الفحص قبل الزواج. جميل دكتور، أنا بتحدث عن الأسباب اللي تؤدي لمثل هذا المرض، وبتحدث عن كل الجهود التي قدمت في هذا المجال، ولكن دائما ما أحب أن نرى بعض الشخصيات اللي بالفعل تشكل مثل يعني إلهام للكثير من المرضى. سعيد العوضي، سعيد أنت عندك ممارسات مستمرة ونشاطات كثيرة ليس على المستوى المحلي يمكن على المستوى الدولي في هذا المجال، مثال يحتذى في لمريض الثلاسيميا. أبغى أتكلم معك على رحلتك مع الثلاسيميا، هذا واحد. اثنين بقولك على آخر البرنامج بقولك شغلة لازم تسويها، بس تفضل خلنا نسمع منك. طبعا بداية مشكور على الكلام الجميل والإطراء، هذا يزيدني نشاط وهمة يعني في مجال الثلاسيميا. يمكن عن رحلتي أنا مثلا ما أذكر لحظة ولادتي أنا، لكن أذكر لحظة ولادة مثلا المرضى الآخرين. في لي إخوان في البيت عندهم نفس المشكلة، وقت ما ولدوا كان عمري مثلا 6 سنوات، فكنت واعي وأفهم، شفت كيف الأمور مثلا تغيرت معهم، اصفرار حاد، توتر الوالدين. طبعا أنا أتكلم عن 33 سنة قبل عمر الأخوان، أنا اليوم في 40. بين أصغر عني ما شاء الله. فأتذكر مثلا رحلة السفر خارج الدولة، هذه الأيام الإمكانيات ما كانت هاي الإمكانيات اللي ذكرها اليوم الدكتور. لكن فعلا يعني التطور صار في مجال الثلاسيميا في دولة الإمارات بسرعة غير طبيعية. طبعا جهود الهيئات الصحية، وهيئة صحة دبي كانت سباقة بإنشاء مثلا مركز متكامل. هذا المركز نفع سعيد وغير سعيد، يمكن المجتمع أكثر مثلا يعرف سعيد. أنا الفرص اللي جتني كانت أكثر من الفرص اللي جت لزملائي مثلا من نفس الفئة، كمثلا أطلع في الإعلام ولا أمارس مهامي كعضو مجلس إدارة الجمعية
أو اليوم مثلا أنتخب في الاتحاد الدولي للثلاسيميا، الحمد لله هذا شرف كبير لي. ولكن أيضا المرضى الآخرين يتمتعون عدد كبير منهم يعني بحياة جميلة، مستمتعين، متزوجين، عندهم عيال، وحتى الإناث الكبار ما شاء الله في منهم المتزوجات. نعم هناك فئة قليلة مثلا اللي تأخروا في العلاج، اللي مثلا إمكانياتهم ما كانت تسمح قبل 30 سنة أن مثلا والديهم يصرفون عليهم يودونهم خارج الدولة أو إلى، فتلقى شوية عندهم مضاعفات، ولكن كلها تحت السيطرة. يعني ما عندنا هذاك المريض اليوم اللي نحن نقول هذا محتاج اللي يشيله يحطه يركبه يوديه يوصله ويجيبه، لا، اليوم ربعنا يسوقون يمارسون رياضة. يمكن بداية البرنامج ذكرت كنت ألعب كرة، واحد من أخواني اللي ذكرت كان يلعب معانا كرة، ولا واحد منكم يعرف ان هذا عنده مشكله صحيه. ما شاء الله. ايه؟ سعيد هداف ترى كان فريق هداف الفريق يلعب فيه. المعاناه كبيره. نعم المعاناه كبيره، ولكن بعد يعني خلاص انت عندك مشكله وعندك الحلول. صحيح. يا تتبع الحلول وتعيش حياه طبيعيه يا انك تستسلم للامر. هذه النظرة الإيجابية اللي يجب أن يتحلى الكل بها. عموما أنا بستمر معكم هذا الحوار الجميل، بطلع فاصل قصير، خلى قصير الله يخليك يا أيمن، لأن بتأخر في عملية إنهاء البرنامج لأنه عندي وايد محاور والكلام معهم جميل. فاصل وما نرجع، واللي يبغي يتداخل معانا على 600-551-414 أو عن طريق رسالة نصية على 400-6 فاصل، وراجع لكم إن شاء الله. صحة وسعادة. سعد الله اوقاتكم مرة اخرى مستمعينا الكرام، استمري معاكم عبر برنامج صحة وسعادة. هذا البرنامج اللي تقدم لكم هيئة الصحة بدبي بالتعاون مع مؤسسة دبي للإعلام، وعبر اذاعتكم المتميزة دائما اذاعة نور دبي. قبل الفاصل توقفنا في الحديث مع دكتور عصام ظهير، اخصائي امراض دم ومنسق مركز الثلاسيميا، وايضا معانا في الاستوديو كذلك بعد الاخ سعيد العوضي رئيس الاتصال المؤسسي في مؤسسة سلطان بن خليفة الإنسانية. تكلمنا بشكل سريع عن الخدمات وعن المركز بشكل عام، لكن دكتور هنالك يعني بعض الأشياء اللي نبغي نركز عليها، اللي هو تعريف المرض بشكل سريع. المرض هذا شو هو؟ المرض هو خلل وراثي ينتقل من الأب والأم مع بعض للطفل المولود، بمعنى أنه الأب حامل للصفة وما عنده أي مشاكل فيها، ما عنده أي أعراض، والأم حاملة للصفة ما عندها أي أعراض. اتزوجوا الاثنين، بعد ما خلفوا أول طفل اكتشفوا أنه في الشهور الأولى كان سليم، وبعد فترة بدأت تظهر عليه أعراض المرض للطفل. لما شخصنا أن الطفل مصاب بالمرض رجعنا للأب والأم، لقينا الأب حامل لصفة الثلاسيميا والأم حاملة لصفة الثلاسيميا. هذا اللي بيحصل فيها تكسر كريات الدم الحمراء الوراثي بسرعة. كريات الدم الحمراء بتعيش في جسم الإنسان الطبيعي 120 يوم، في هذا المريض بتعيش أقل من 30 يوم. لذلك أنا بحتاج له نقل دم مستمر مدى الحياة كل 3-4 أسابيع مدى الحياة. دكتور ذكرت أن عندكم 850 مريض في مركز مركز الثلاسيميا. طيب كمية الدم المستهلكة، لأن مثل ما ذكرنا يعني حتى قبل الفاصل أثناء الفاصل سعيد كان يتحدث عن أهمية التبرع بالدم، وقال كلمة يعني أنا إذا هذا المتبرع وقف أنه يتبرع بالدم، شو قلت سعيد؟ خلاص ما نحتاج أي نوع من الخدمات الأخرى، لأن الدم يعني المصدر الأول لمساعدة المرضى بشكل عام، وخاصة مريض ثلاسيميا. مريض ثلاسيميا أول شيء محتاج دم، بعدين محتاج الخدمات. لأن ما أدري الحين قاطعنا عند دكتور، ولكن أتذكر يعني مثلا أحيانا في مناسبات، بما أني واحد من الحالات اللي أعاني منها في مناسبات مثل الأعراس ولا ها، لما نلتقي بعض أهالينا مثلا أبوي يقول لي هذا كان يتبرع لك دم، كنا نوديه مثلا
كل 3 شهور يتبرع لك دم، وهذا بعد يتبرع لك دم. إن هذاك الوقت ما كان في مثلا الثقافة هذه ما تتبرع بالدم، مو بس الثقافة الشيء. يعني مراكز تبرع بالدم وانتشارها بهذا الشكل ما كان، ولا هاي الخدمات والمدري الأشياء المتطورة. ففعلا له قيمة. حتى هو المتبرع لما يشوفني مثلا بعد هاي السنين مثلا الحمد لله مثلا أنا بهالعمر وأتمتع بصحة زينة، هو يحس إنه أعطاني شيء يعني أفضل من إنه يكون أهداني والله رسوم دراسية. صحيح. يعني المصدر الأول لمساعدة أي مريض هو الدم. صحيح. قال لي سعيد يعني إذا وقف الدم اشتري لي جفن. اشتري لي جفن بالضبط. ما أحتاج شيء آخر. دكتور. طيب نرجع كمية الدم المستهلكة دكتور، وأيضا كذلك مع كمية الدم المستهلكة في إمارة دبي لمرضى الثلاسيميا، أبغى أعرف دكتور سعيد يقول الحين عمري 40 سنة، إن شاء الله العمر كله. أنا اللي أعرف أن كانوا مرضى الثلاسيميا عندهم سقف معين من العمر بعد كذلك ما يعيشون بعده. سعيد مثال أن كسر هذه القاعدة. في دولة الإمارات العمر صار لا محدود، يستطيع مريض الثلاسيميا أن يعيش حياته الطبيعية إلى ما لا نهاية. دول جيران لنا في دولة الإمارات ما زال عندها سقف العمر محدود جدا، وهذا لازم الملاحظة تكون موجودة. لا تستطيع أنك تأخذ مثال مريض ثلاسيميا من دولة الإمارات وتقيس عليه مريض ثلاسيميا من أي مكان تاني. مريض الثلاسيميا في دولة الإمارات اللي هو أسعد مريض في العالم، أسعد مريض ثلاسيميا في العالم ومريض ثلاسيميا في دولة الإمارات. جميل. اليوم ما يتلقاه مريض ثلاسيميا في دولة الإمارات يعتبر أفضل خدمة تقدم لمريض على مستوى العالم. على مستوى العالم. كمية الدم اللي يستهلكها مركز الثلاسيميا في دبي من مركز التبرع بالدم في إمارة دبي اليوم تتكلم على بين 40-45% من كمية الدم المجمعة تستخدم بس لمركز الثلاسيميا. ما شاء الله. فأنت بتتكلم على حجم مهول من كميات الدم. سعيد أحيانا بيحتاج 3 وحدات أو 4 وحدات في نقل الدم، يعني محتاج كل 3 أسابيع. عدد مهول جدا. يعني 17 مرة في السنة أحتاج لعملية نقل دم. وأنا عندي 450 زيه، المرضى هذول ما عادوا زي أوزانهم بسيطة أو أعمارهم صغيرة، كانوا بيحتاجوا 1 أو 2، صار يحتاجوا 3 أو 4. الحياة تعد على الأعمار صارت تطول، فمعناه الاحتياجات بتزيد. حتى لو ما زال عدد المرضى لكن ما زال احتياجاتي بتزيد. في هذا المتبرع بالدم إنسان يتبرع بجزء من كيانه من جسمه، لذلك كانت آلية التبرع بالدم اللي هي التبرع الاختياري بدون أي مقابل. لا تستطيع أن تبيع هذا الدم، لذلك متبرعين الدم يعتبروا هم الأبطال، هم المثل الرائع على وجود أشخاص بدون أي مقابل بيجي بيساهم بيبتدي من عنده الحركة أنه يروح يتبرع بالدم. الميزة اللي عملها مركز التبرع بالدم في دبي انه فتح اكثر من فرع او مركز للتبرع، بالاضافه الى السيارات الباصات الكبيره المتحركه. صحيح. بالاضافه الى انه يستطيع انه يعمل جدول ويروح على مركز العمل بتاع الهيئات والمؤسسات الخاصه والحكوميه، وانه ياخذ الطواقم تبعت الموظفين في مركز تبرع الدم ويجمعوا كميات الدم من المتبرعين. طيب نحن في بداية الحلقة كنا نتحدث عن تطبيق دمي والتصويت له ضمن جائزة حمدان بن محمد للحكومة الذكية. دكتورة أبغى أتكلم عن هذا التطبيق بشكل عام، وشو العملية اللي سهلها في عملية التبرع بالدم. مركز التبرع بالدم يعني سعيد الكلمة جميلة، قال لك شهادتنا مجروحة في مركز التبرع بالدم في هيئة صحة دبي. مجروحة بمعنى كلمة مجروحة، لأنه مهما تكلمت عن خدماتهم الموجودة لا يمكن أن تعطيهم حقهم. المبادرات اللي تمت في مركز التبرع بالدم في السنوات الأخيرة في الفترة الأخيرة غير عادية، وآخرهم كانت التبرع بدمي اللي هي التصويت عليها والجوائز. والكمية المبادرات التي تتم في مركز التبرع بالدم يا عزيزي غير عادية.
بدون هذه المبادرات، بدون هذه النشاطات، بدون هذه الإمكانيات لن تجد مريض الثلاسيميا أو فقر الدم المنجلي أو أي مريض يحتاج دم إنه قاعد معك بكل هذه الصحة. صحيح. وهذه العافية. صحيح. تفضل. أنا أتذكر يعني تشرفت العمل لما كنت موظف في هيئة صحة دبي فترة تقريبا 3 أو 4 سنوات، كنت يعني كان عملي إني أداوم في مركز التبرع بالدم. طبعا هذا كان قبل التطبيق دمي وقبل الأشياء الذكية، لا كان في الوقت اللي يعني كنت أحس أن الموظفين وكأنهم اللي محتاجين دم لما يطلبون لمريض، مثلا مريض عنده والله النزيف في مستشفى راشد، مثلا في حادث في غيره، نتكلم عن المرضى بشكل عام، يعني كان عندهم شغف كيف يقدرون يحصلون المتبرع اللي بهاي الفصيلة بإلحاح وكان الموظف كان جدا أسعد من الشخص اللي تبرع، وأنا متأكد أنه أسعد حتى من المريض اللي استقبل. صحيح. الدم، لأن المريض جاهز على شبريته وصل الدم ما يعرف يعني الأمور اللي مرت عليها، زرع ثقافة تبرع بالدم، الدور اللي قاموا فيه مثلا مراكز تبرع بالدم طبعا بشكل عام، أنا اللي شفته في مركز تبرع بالدم في دبي، ولكن طبيعة الحال حتى البنك الدم المركزي في الشارجة أكيد نفس الأسلوب ونفس العمل. مثلا الباصات اللي تروح لجهات العمل لكليات الشرطة انت تزرع فيهم ثقافة تبرع بالدم، هذا يكون لك متبرع دائم. ونحن الحمد لله مثلا في فترة من الفترات اتذكر ان في رمضان صار شوي نقص في كميات الدم على مركز الثلاسيمية، صاحب السمو حاكم دبي بادر بالتبرع بالدم هو بنفسه، هو سمو ولي العهد وسمو نائب الحاكم، وسمو نائب الحاكم الشيخ مكتوم الله يحفظ متبرع بشكل دائم. فأنت اليوم تشوف القيادة تساهم بالعمل هذا لا تطوعا لكن كمسؤولية مجتمعية. جميل. وهو مستمر كذلك يعني في ما زالوا مستمرين الكل، يعني حتى في الإمارات الأخرى ما نبغي نظم حقهم الكل ساهم. يمكن لاحظتوا مثلا حتى وقت استشهاد أبطالنا الشهداء 45 كم توافدت الناس على مراكز التبرع بالدم، هذا شيء مشرف، هذا يعني رسالة مراكز تبرع بالدم وصلت للمجتمع. إيه الحمد لله. وهي أصلا حتى فوائد التبرع بالدم تعود على الشخص نفسه بغض النظر حتى عن الأشياء الخيرية أو الجانب هذا. ولكن دكتور أنا لاحظ دائما من أفتح موضوع التبرع بالدم تجي أسئلة، يعني ناس هم أصلا يعانون من بعض الأمراض ولكن يبغون يتبرعون، حد يقول لي هني هل ينفع شخص مريض بالضغط يتبرع بالدم ولا ما ينفع، وهل يوجد أضرار له، حد وايدين كانوا يعني حد عند السكري يسأل هل ينفع أنا أتبرع، هل يعني وايد أمور. حتى الناس اللي الفترة هذه يمكن أنا الأسبوعين اللي طافوا كنت وايد أتردد على مركز التبرع بالدم، للأمانة يعني البسمة الوجوه تحس وجوه خيرة، يعني وايد نظرة، وايد الشخص هذا جاي لا عنده طلب من شخص ولا اي مقابل، اي يتبرع بدمه ويطلع مستانس ومن كل الجنسيات دكتور. لكن للاسف انا هني ابغي اتكلم بعد بصراحه، اتمنى من الاخوه المواطنين والعرب، لان اغلب اللي اشوفهم انا للاسف من 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 الاجانب اللي موجودين عندنا، ومع ان هذه ثقافه في ديننا، ثقافه في عاداتنا وتقاليدنا، عمليه التبرع بالدم ابغى اشوف، هذا مو معناته انه مو موجودين، لا موجودين، شفت انا هذا، لكن كنت ابغي الاغلبيه يكونون نتمنى. اي تفضل دكتور. شوف الامراض اللي احنا عندنا لا تمنع التبرع بالدم وتمنع التبرع بالدم. اي واحد عنده الضغط او عنده السكر او عنده اي مشكلة تانية، اصلا من مميزات التبرع بالدم انه المتبرع بالدم لما بيروح ليتبرع بالدم يتم عمل فحص سريع الى كل الاشياء هذه، تم اكتشاف حالات عند اشخاص من التهاب الكبد الفيروسي الى خلافه اثناء وجودهم عشان يتبرع بالدم، يعني تم انقاذهم او علاجهم او تشخيصهم اثناء تبرعهم بالدم، حتى لو ما استخدمت انا الدم هذا لكن وجوده هناك سيفيده هو شخصيا ويفيد المجتمع بالكامل. فلذلك اي حد عنده الضغط، اي حد عنده السكر، اي حد عنده اي مشكلة يروح يتبرع بالدم، وهناك يتم تحديد هل انا هاخذ منه او مش هاخذ منه. هو اعتقد كانوا ما ياخذون من الناس اللي الان قاعدين ياخذون ادوية،
على على دواء أي أدوية معينة معين أو شيء معين إن في هذا الوقت. أما إذا لا كان بس لازم يروح يعني يروح ليتبرع بالدم بنية التبرع بالدم، وهناك أنا بحدد إذا هأخذ منه أو لا. يقول هل يجوز التبرع من أصدقاء؟ يعني ما فهمت، يجوز التبرع حق شخص معين؟ عندنا برامج معينة إنه أنا بروح بقول ده مركز التبرع بالدم، بقول أنا الدم تبعي هذا بتبرع فيه للثلاسيميا. ممتاز. في عندنا برامج معينة من المتبرعين من طرفنا بنجيبه. إنزين، هل يجوز التبرع إلى للي مصاب بالكوليسترول؟ بعد نفس الإجابة. نفس الإجابة، يروح ويشوفه. إنزين دكتور، تطبيق دمي اختصر عملية التسجيل وعملية التبرع 20 دقيقة تقريبا. الواحد يوصل للمركز يحط الهوية في القارة وهو أوردي معبي الاستبيان كامل في البيت ولا في القهوة ولا في أي مكان، يأخذون سكان بس على الباركود اللي حطوا له إياه، ويدخل على الفحص وعلى التبرع على طول. فالعملية وايد بسيطة وسهلة. لأن هذا بقطع كلامك، هذا اللي كان العائق أمام المتبرعين بالدم، إن الاستبيان طويل يسوي عرفة قوي جاهز. وهذه الاستبيان ضروري. بالضبط، لازم تسويه وفي كل عملية تبرع بالدم، يعني حتى لو كان متبرع دائم. كل مرة يوصل يقول أنا أخذ دواء ومريض بالضغط من 5 سنين، هل ينفع؟ قال لك الدكتور وصل هناك وبيفحصون وبيخبرونك. طيب دكتور، أنا عندي تقريبا 3 دقائق، بترك لكم يعني دقيقة بدقيقة اللي تبون تقولونه ككلمة ختامية. نبتدي بسعيد. والله يعني إذا يمكن نحن مثلا دائما في كل المناسبات نقدم شكر مثلا لرعاة معينين أو لهيئات الصحية على إيجاد مراكز، يمكن شوية حق المتبرع ما عطيناه. متبرع بالدم ترى يعني عنده أجر عند الله أكيد أكثر عن كل الرعاة في جميع المجالات، ولكن شكرا لكل من تبرع دم لمرضى الثلاسيميا وغيرهم، شكرا لكل من أعطى من وقته أن يتبرع بالدم، ان الشيء اللي اعطاه احسن من دولة مو محتاجة فلوس عشان تعطيني علاج، لكن الدم لا يمكن اشتريه بالفلوس، وما في اظني في العلم ما في شيء اخترعوه بدل الدم. فلذلك هاي الشيء الاساسي اللي يخلينا على قيد الحياة. بالضبط، يقول لك حتى الحملة اللي مسوينا دكتور قطرة من دم قد تنقذ حياة انسان. انا بدي اوضح انه كيس الدم الواحد المتبرع الواحد، كيس الدم هذا بيوصل فايدته لخمس أشخاص، من ناحية الصفائح، من ناحية البلازما، من ناحية الكريات الحمراء، من ناحية في أكثر من شخص والهرمونات اللي بتطلع. فإذا في عندي أكثر من شخص مستفيد من هذا المتبرع، أنا بنقذ حياة بشر. التبرع الطوعي في دولة الإمارات اللي أقر في دولة الإمارات أثبت نجاحه بالكامل، والناس تتسابق للتبرع بالدم لما تستفيده هي من التبرع وبتفيد المجتمع ككل. النقطة الأخيرة أنه كانت دولة الإمارات سباقة في التوعية عن مرض الثلاسيميا وأمراض فقر الدم الوراثي، واستطعنا أنه نوصل لأقل عدد من المواليد الجدد في مرض الثلاسيميا في دبي، لكن في الإمارات الأخرى لسه عندنا عدد مرتفع. إذا تقريبا عندنا صفر إلين صفر لواحد، يعني عندنا تقريبا حالة بكل سنة أو سنتين يعني تكاد النسبة لا تذكر. شكرا لك دكتور. بس قبل لا أختم معاك في بس هذا السؤال على السمس وسلة السوشيال ميديا، بعطيكم دقيقتين بعد البرنامج بعد ما ننهي على الهواء. إذا الواحد كان عنده سرطان يقدر يتبرع بالدم؟ أرجوكم بغيت أعرف. لا شكرا. إذن في ختام هذه الحلقة نتوجه بالشكر الجزيل للدكتور عصام ظهير، أخصائي أمراض دم ومنسق مركز الثلاسيميا، وكل الشكر حق أخونا الغالي سعيد العوضي رئيس الاتصال المؤسسي في مؤسسة السلطان بن خليفة الإنسانية، وسعيد أحد الناشطين عالميا في هذا المجال. سعيد، أنا كنت أبغي أقول لك شغلة، قلت لك وأقول لك عنها في الفاصل الأول، أبغيك تكتب كتاب يعني تجسد فيه كل المراحل اللي مريت فيها. قبل 10 سنوات قايل لي. قبل 10 سنوات؟ أيوة. وانا اقول لك الحين بعد 10 سنوات ما ابغى اجيب عقب 10 سنوات اي اقول لك وين الكتاب سعيد. حي الحياة. جزاك الله خير وشكرا لكم مستمعينا على التواصل وعلى الرسائل الايجابية اللي شفناها اليوم، ونقولكم في الختام دمتم بصحة وسعادة.
صحة وسعادة بالتعاون مع هيئة الصحة بدبي.